خلينا نشوف قراءتنا لبرج الميزان والقراءة بتاعتنا عاطفية إن شاء الله بس النهاردة. فخلينا نقول أصحاب برج الميزان ونبدأ بداية. للي من برج الميزان في علاقة ثلاثية أو بيعانوا من علاقة ثلاثية، بيشوبها التوتر دايما، بيشوبها عدم الارتياح دايما. نفسكم تبقوا لوحدكم في قلب حبيبكم، نفسكم ان انتوا تبقوا محدش شريككم، محدش له في حبيبكم شريك سبحان الله يعني. فانا احب اقول لكم ان هتكون لكم النصرة والغلبة، وهتقدروا تستحصلوا على الامنية الغالية ديت بانكم تكونوا في قلب حبيبكم لوحدكم. حبيبك شايفك ازاي؟ شايفك شخصية داعمة وبقوة، شايفك شخصية مرحة حبوبة، محتاجة ان هي الواحد يتعايش معاها لوحدها، يعني ما يكونش في شركة تانيين في الشخص لأكثر من حبيب يعني. فإن شاء الله بالنسبة لي أصحاب العلاقة الثلاثية دي قراءتهم النهاردة تمام. بالنسبة للعزاب ومتأخرين الزواج من برج الميزان، فإن شاء الله في عودة للحبيب واللي هو مسافر أو من بلد تانية، وفي بعد وفي مسافة بينكم وبينه، او كان في فروقات ماديه وادت لسفره عشان خاطر يحسن المساله الماديه بتاعته عشان الاهل يرضوا بيه. فبرضو ان شاء الله بمشيئه الرحمن بالنسبه للعزاب، فان شاء الله كمان في رجوع وفي في فرصه كبيره جدا لاقامه عيله جديده واقامه اسره وتاهيل اسره جديده للحياه السعيده. ان شاء الله في عندكم افراح واستماع لاخبار طيبه جدا بهذا الخصوص، هتأدي كتير لسعاده عندكم والاحساس بالنشوه كده، والاحساس بان ربنا حقق احلامكم بعد الفتره وبعد الزمن اللي انتم قعدتم صابرين وبتستنوا فيه تحقيق هذا الامل يعني تمام. بالنسبه ل من برج الميزان واللي تم انفصالهم وتم بعد الحبيب وتم اغلاق الحدود او المسافات بينكم وبين بعض، قفل على نفسه جامد، خلاكم ان انتوا تحسوا ان انتوا لوحدكم منقطعين عن الدنيا وعن الحياة. الحياة عندكم صعبة جدا، حاسين بانكم في ألم، في حمل، حاسين ان انتوا كبرتوا بالزمن سنين طويلة، والمسألة دي مسببة لكم مضايقات كتير واحساس بانكم يعني اتجرحتم جامد. ان شاء الله في فرصة لتحسين العلاقات وفي فرصة لرجوعه، ولكن يعني المردود هيبقى عندكم، انتوا هتبقوا صاعدة ولكن بعد شوية هيؤدي الى الالم او الازعاج، لانكم هتكتشفوا تغيرات كتيرة في قلب الحبيب وعقله، وده هيزعجكم جدا. هتقوموا باللجوء لاصدقاء او صديقات مقربين ليكم علشان يعاونوكم في اجتياز الازمة ديت، والتعود تاني على الحبيب بطباعه الجديدة اللي بعد البعد بقت غريبة عليكم. فان شاء الله ان شاء الله هيكون في مساعدة ومعونة كبيرة جدا من الصديقات والاصدقاء، وفي نجاح كبير ان شاء الله للعلاقة دي بعد الرجوع، فما تقلقوش، والصبر مهما طال له اخر، وان شاء الله ربنا هيجازيكم كل الخير وكل السعادة. بالنسبة للي من برج الميزان واللي اتعرضوا للخيانة والغدر واللي تعرضوا للإساءة ليهم وهم ما كانوش جريين، إن بتتم خيانتهم أو بتتم زي ما بيقولوا كده الإيقاع بيهم، أو إنهم بتنصب لهم مكيدة، أو إن الحبيب إنسان غير كفؤ أبدا وغير مستحق لحبهم وغير مستحق للتضحية من أجله، وده سبب لهم ألم كبير قوي. إن شاء الله ليكم تجديد للحب مع حبيب جديد يستحق حبكم. ان شاء الله في مداوية لجراحكم، في استشفاء للقلب مع حب جديد مع حياة جديدة. طبعا اللي هيقولولي طب احنا عايزين الحبيب القديم، انتوا حرين روحوا للحبيب القديم، انا ما عنديش اي مشكلة معاه ولا اعرفه ولا اعرفكم، عشان بس بيجيلي كومنتات غريبة غريبة يعني بجد. فطبعا عايزين نقول ان هيكون في حياة جديدة وبناء جديد، وهيكون مثمر وهيكون سعيد عليكم في الحب بالشكل ده تمام. برغم ان الجرح كان كبير، ولكن ربنا بيداوي الجروح بأطيب واحسن طريقة انتم ما تتخيلوهاش،
وان شاء الله ربنا هيبعت لكم الفرج وهيبعت لكم الحب اللي تستحقوه واللي يستحقكم لو انتوا راغبين في حياة جديدة وبداية جديدة. خلاص. برضو قراءة او يعني نوعية برضو او عدد من الاعضاء برج الميزان واللي عانوا معاناة شديدة وأدت للانفصال في الآخر بسبب تدخل الأهل، سواء من الطرف الزوج أو من طرف الزوجة أو من طرف الحبيب أو طرف الحبيبة، تم التدخل في حياتهم بشكل قاسي جدا وإبعادهم عن بعض وفركشتهم وتفريقهم، والموضوع كان مسبب لهم ألم كبير جدا جدا. وقد كده هم كانوا بيتمنوا السعادة وكانوا بيرضوا بقليلهم وكانوا عايزين أقل حاجة علشان يقدروا يعيشوا مع الحبيب وكانوا هيعيشوا، ولكن بتدخل هذه الأطراف الخارجية أطراف رجالية ونسائية من نفس المكان فأدوا إلى الفراق والبعد والفرقة. أنا شايفة لهم إن شاء الله إن شاء الله يا رب بعد لهذه الأطراف ورحيل ليها، وإنها مش هتفضل معاهم أبداً، وان ربنا هيأدي الى الفرح والسعد اللي هيشوفوه في دنيتهم، وربنا هيبعت لهم اللي يكمل فرحتهم، وهيرجع لم الشمل وجو الاسرة، وفي بعد جديد للاشخاص اللي كانوا متسببين في الانفصال او اللي متسببين في الكراهية والبعد بالنسبة للاحباب. فان شاء الله ليكم رجوع واصلاح، وخلينا مع بعض في كل حالة من حالات برج الميزان، الحالة بدايتها تشخيصها حلها ومصيرها. محدش يشوف كل على انه له، وممكن برضو يكون الكل يمثل شخص واحد، ولكن علشان ما يحصلش بعد كده تضارب ويتقال اي حاجة، كل حالة وليها قراءتها عشان هي قراءة عاطفية فقط، فهي متعددة لاصحاب البرج، بنجيب القلب من كل الاتجاهات لجميع اصحاب البرج. خلينا نقول في بقى نوعية تانية أو عدد من أفراد برج الميزان تم الإيقاع بيهم وبعدهم وانفصالهم عن حبايبهم بسبب الكلام واللوكلوك، وناس اتدخلت وناس بلغت كلام غلط وناس دخلت وفشكلت الدنيا وناس حاولت إن هي تبوظ العلاقة بينكم وبين بعض لحد ما تم الانفصال والبعد، وبعد تام من الحبيب اللي تسلل من الحياة من غير ما يتكلم، من غير ما يقول حصل ولا وصل ولا جالني كلام، لأ هو بالعكس جرى ومشى من غير ما يسأل ولا يستفسر ولا يستوضح الأمر. فجأة بدأ بالاختفاء تدريجيا، وبعدين فجأة هوب ما انتوش لقيتوه نتيجة كلام ناس ونتيجة مكايد ووقائع وحاجات وحشة كتير حصلت، حسيتوا بالألم والغديرة والغدر والخيانة والخديعة. ازاي ان انا الساب، ازاي ان انت تسابي، بس الحياة كانت صعبة جدا، الموقف ده وجعكم جدا جدا جدا. طيب اكمالا له، طبعا انا بسحب من الورق زي ما انتم شايفين اهو، بصوا الورق اهو زي ما اتفرنط لبرج الميزان، انا بسحب منه الورقة اللي بتكمل قراءتي وانا بقول، بقوم ضايفاها للقراءة بتاعتي، تمام؟ عشان الناس اللي بتقول لي انت ما بتفرنشيش ورق قدامنا، انا ما بعملش اي حاجة من فوق من وراكم وما بغشش، تمام؟ خلينا نقول دول هيبقى ايه؟ طبعا عدالة وكارما شديدة اللهجة زي ما بيقولوا، هتترد للحبيب اللي غدر وبعد من غير ما يستفسر ومن غير ما يدوكوا العذر ولا يسألكم حصل ولا ما حصلش، فطبعا الكارما هتاخد حقها، وزي ما اتعمل فيكم هيتعمل فيه، وهيكون في عدالة تامة ليكم إن شاء الله، واسترجاع لحقوقكم كاملة إن شاء الله. وطبعا هيرجع لكم وهيستندم، وانتوا في اللحظة دي اللي هتقدروا تقولوا عايزينه أو لأ. طبعا لو أنا هيبقى لأ ومليون لأ، بس انتم محدش يقدر يسيطر عليكم ولا حد يقدر يملي عليكم تصرفاتكم. خلينا نقول بحالة أخيرة من حالات برج الميزان، وهي الحالة الأخيرة اللي هي تأخر الزواج. تأخر الزواج بسبب الأهل، جزء منه أنانية وجزء منه حب، جزء منه أنانية إن الأهل كانوا رافضين إن أنتوا تتجوزوا وإنكوا تبعدوا عنهم علشان خاطر هما محتاجينكم، والجزء التاني حب إن هما خايفين يفرطوا فيكم فتروحوا لحد يأذيكم أو يعمل فيكم أي حاجة تضركم، فهم يكونوا زعلانين وحزانة فحبوا إن هما يخلوكم جنبهم أو يضيعوا عليكم فرص كتيرة للزواج والاستقرار. طبعا الأهل دول دلوقتي شايفين مدى خطأ اللي هم عملوه،
شايفين مدى الفادحة اللي هم عملوها، وعايزين يغيروا من الأمور، وإن شاء الله ربنا هيبعت لكم أولاد الحلال اللي يستهلكم، وهيكون فيه إن شاء الله مصلاح للحال ورضا من طرف الأهل، سواء رجال يعني الأب أو الأم واحدة، وإن شاء الله هيتم زواج وخطبة قريب جدا، وهيكون في سعادة كبيرة ليكم. وزي ما بيقولوا لكل اللي بيصبر بينول، واللي يعني سكته صبر آخرها جبر، جبر للخاطر وجبر للحال. آسفة إن أنا طولت، بس خلينا بس نجيب آخر ورقتين، واللي آخر ورقتين لبرج الميزان بيقولوا إن إن شاء الله، خلينا نقول ككل لبرج الميزان، في إن شاء الله رجوع الحبيب من الماضي، علاقة طيبة، علاقة سول ميت، علاقة توأم روح، علاقة جميلة جدا هتكتمل قريب جدا، وهيكون فيها طاقة إيجابية كبيرة ليكم. أهم حاجة يكون عندكم ثقة في الأشخاص اللي أنتم هترتبطوا بيهم، وحاولوا إن أنتم تتكلموا معاهم، وإن يكون في رحابة صدر واتساع للأفق والعقل، وإن شاء الله هتكون علاقتكم كلها ناجحة يا برج الميزان. زي ما احنا شفنا القراءتين الأخيرتين من ورق الرومانس تورت أو أوراق الرومانسية، واللي بتكمل قراءتنا العاطفية بترد علينا وبتقول لنا إن شاء الله اللي جاي خير يا برج الميزان.